نتوكل منه دائما، نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية نجددها هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في هذا الأسبوع الخاص بمنافسات سن الكبار من الثنايا الحولي والزمول. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة أول أشواطنا في هذه الفترة الصباحية والمكونة من 16 شوطا، ستكون 6 منها خاصة بالإنتاج و10 من الأشواط هي للأشواط المفتوحة. على بركة الله انطلقنا في أول اندفاعاتنا هنا في هذا الصباح لمسافة 8 كيلومترات بأمل التنافس في الشوط الأول الخاص أيضا بالبكار المحليات الأصايل لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل في هذا الاندفاع القوي والبداية الأولى. نرحب مشاهدينا متابعينا الكرام بحضورنا الكريم المتابع لهذه الانطلاقة من تحفة ميادين السباقات، كذلك الترحيب بمشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة دبي ريسنج المتابعين لكل الإثارة والتحدي هنا في لهذه الرياضة العربية الأصيلة من هذا الموقع وهذا المكان. على بركة الله نبدأ في المراكز وتعداد المراكز الأولى والتي ستحمل المنافسة والتحدي والإثارة. زعفران في المقدمة، والمركز الأول مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري تأتي على المركز الثاني في هذه المنافسة، مشرفة في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، بينما المركز الثالث الشاهينية حمود بن سالم بن حمود العويسي، وفي المركز الرابع في هذا هي الشايبة عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، بينما المركز الخامس نعود إلى الميدية أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي، وهنا على المركز السادس في هذه اللحظات وفي هذه البداية نتابع تواجد أيضا الإثارة من ريم عتيج بن عبيد بالهلي، أما المركز السابع فانطلاقنا إلى تواجد أيضا طموح محمد بن حمد بالعود العامري، المركز الثامن مباشرة إلى تواجد سلهود حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي، وعلى المركز التاسع في انطلاقة زعفران خالد بن عبد الله بن خميس المحمد، وعلى المركز العاشر تتدخل في هذه الحية عبد الله بن علي بن عبد الله المسند. هذه الأسماء، هذا هو النداء، نداء الأول الذي يعلن هذا التحدي وهذه الإثارة على أرضية هذا الميدان في تنافس سن الثنايا، سن التحديات الكبرى، سن الكبار، ما شاء الله وتبارك الله. نعود إلى المقدمة لنتابع خماسية المقدمة التي تقود هذه الصدارة، تقدم في المركز الأول ما شاء الله، هذه مشرفة تأتي على المركز الأول عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، تقدم شبابي وانطلاقة إلى الصدارة ما شاء الله، محاولات من البداية والسيطرة على مسار هذا الشوط ما شاء الله. المركز الثاني مباشرة إلى زعفران مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري، وفي المركز الثالث لا تغيير على المركز الثالث تعود الشاهينية حمود بن سالم بن حمود العويسي، المركز الرابع ننتقل إلى تواجد الشايب عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز الخامس هنا الدخول للمايدية أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي الذي يقدم أيضا انطلاقة مميزة مع المايدية بهذا الشعار. أنت أعود إلى المركز السادس ومتابعة الوثب هنا في هذه الانطلاقة يريمة عتيج بن عبيد بالهلي، وفي المركز السادس تعود طموح محمد بن حمد بن عود العامري في المركز السابع، أما المركز الثامن فلا تزال زعفران خالد بن عبد الله بن خميس المحمد، وهناك على المركز التاسع بن كعيب قادم مع سلهود حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي، وعلى المركز العاشر تظهر هنا أمجاد لمكتوم بن شيبة بن علي السبوسي. هذه التحديات والإثارة والانطلاقات وأسماء لا تزال
تحمل المزيد من التحدي من التنافس، ونحن نتوجه هنا في هذه اللحظة إلى مسار الأربعة كيلو ومنتصف المسافة التي ستحمل هذه القوة. شوف الرباعية التي تقود المقدمة والصدارة، وما شاء الله ما شاء الله، مشرفة بالفعل، مشرفة بالأداء الممتاز، مشرفة بالظهور القوي، مشرفة بهذا الهدوء على المقدمة والبداية الأولى. عبد الله بن محمد بن يابر الحربي يقود أيضا، تحية وسلام هناك إلى ند الشبه في انتظار المشاركات فيها مع خط النهاية. المركز الثاني، تدخل في المركز الثاني الشاهينية حمود بن سالم بن حمود العويسي، وهنا على المركز الثالث زعفران مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري على المركز الثالث، وعودة إلى المركز الرابع بتدخل الشايبة عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري في هذه الإثارة القوية والتي تعلن منافسات التحدي وأيضا الانطلاق، منافسات الاندفاع التي تبدو هنا في لحظات البداية من خلال هذه الكوكبة الرباعية التي تقود المركز الأول والتي تطالع نص المسافة بعد لحظات من خلال هذا المسار. نتواصل بالمركز الخامس وطموح في المركز الخامس محمد بن حمد بن عود العامري، أما المركز السادس فالعوضي أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي مع المايدية في المركز السادس، وسابعا نعود مع زعفران خالد بن عبد الله بن خميس آل محمد في المركز السابع، وريمة قادمة في هذه اللحظات في الانطلاق من خلال هذا المسار، عتيج بن عبيد بن هلي، وهنا المركز الثامن الحية وعبد الله بن علي المسند أيضا يقدم هذه الانطلاقة. يا سلام، نوعية فاخرة. وهنا على المركز العاشر عودة إلى وجود أمجاد مكتوم بن شيبة بن علي السبوسي. هذه الأسماء وهذه التحديات، هذه الإثارة، هنا المنافسة، ما شاء الله 4 كيلو كما ذكرنا في هذه اللحظة، وهي تعبر أيضا هذه الهجن منطلقة إلى الصدارة والاندفاع الأول في مسار هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. يا سلام يا سلام، الهدوء الذي يسبق العاصفة والانطلاق الذي يتقدم به من خلال هذه اللحظة عبد الله بن محمد بن يابر الحربي مع مشرفه في قيادة لصدارة الإثارة الأولى. ما شاء الله، بدأ الهجوم، بدأ التحرك أيضا في تقديم نوعية وإثارة. الشايب عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري يصل مع هذه الانطلاقة، تحية أيضا من أهالي البرير في المنافسة في صدارة هذا الشوط. هناك على المركز الثالث تتدخل من المركز الزعفراني مصلح بن سعيد بن حمد المنصوري، ونحن نقترب من هذه المسافة هنا من الدخول من كيلو الغابات 3 كيلو 3 كيلو، والكل بدأ يقترب مسافات الكبار والتحمل، ونقطة الصفر تبدأ من 3 كيلو للاندفاع إلى خط النهاية. يا سلام يا سلام، مشرفة والله والله مشرفة بهذا الأداء. مشكور يا أبو محمد، ما شاء الله، عبد الله بن محمد بن يابر الحربي في تواجد شبابي وانطلاق على المقدمة وتواصل، ما شاء الله وتبارك الله، كل الدعوات للمشاركين أيضا بالتوفيق من خلال الأداء المتميز. المركز الثاني الشايب عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وأيضا كما ذكرنا تنافس أيضا في تقديم الأسماء، بالعود يتقدم في هذه اللحظة مع الطموح، والطموح مسموح دائما في التنافس وفي التحدي الشريف، وخاصة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. محمد بن حمد بن عود العامري في المركز الثالث، أما المركز الرابع فنعود إلى زعفرانه خالد بن عبد الله بن خميس محمد في هذه الإثارة والحية. على المركز الخامس عبد الله بن علي بن عبد الله المسند، ما شاء الله ما يندرى، وأمجاد قادمة للبحث عن أمجاد هذا السن وأمجاد التحديات، أمجاد مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي. يا سلام يا سلام، أما المركز السابع فهنا أو دخول قادم، وصلت المركز السادس عتيج بالهلي أيضا الهايري مع ريمة في هذا التحدي، هذه السداسية، ونقول 2 كيلو 2 كيلو في هذا المسار. شوفوا القادم، تابعوا القادمة بقوة، وهي يا سلام هملول محمد بن حمد بن عمران الاشتبي. يا سلام، الإثارة عبر للقارات،
هملولة وهي هملولة بالفعل، سلالة المسافات الطويلة والتحمل هي قادمة أيضا. محمد بن حمد بن عمران الاشتبي ما شاء الله في المنافسة، نعود إلى المقدمة ومشرف لا تزال في سيطرة من البداية على المقدمة وعلى الانطلاقة الأولى. الله الله في الصدارة وفي البداية، الكل هجم الكل هجم. سنعلن الإعلان النهائي بعد لحظات من هذا المسار. مشرفة هي مشرفة في المركز الأول ما شاء الله تبارك الله، نوعية تميزة قادت ما شاء الله كل القمة والبداية حتى هذه اللحظات. هنا من خلال منافسات أيضا أبناء ند الشبا، يا سلام. نذكر الجميع بأن اقترابنا في هذه اللحظة من لوحة الإعلان النهائي، لوحة التحدي والتنافس على أرضية هذا الميدان. مشرف المركز الأول عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، يا سلام. والمركز الثاني هملول محمد بن حمد بن عمران الاشتبي، والمركز الثالث همجاد مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي. 1200 على خط النهاية، على نهاية الثمانية كيلومترات في هذا المرابع. لابد من ذكري الشايبي عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، يا سلام. يتجول السلام، يتجول السلام من خلال هذه المنافسة وهذه إلى التحديات. هناك يا سلام ند الشبا، وهناك المدام، وهناك المدام، ند الشبا والمدام في صراع وتحدي وإثارة. الله 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 الله، مشرفة صمود على القمة، صمود على البداية، صمود على هذه الانطلاقة التي نتابعها من خلال هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الله. سلام 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 في هذا الأداء الممتاز، سلام في هذه اللحظة المناسبة، سلام من خلال هذه الانطلاقة. مشرف على المركز الأول والصدارة الأولى والتنافس الأول عبد الله بن محمد بن يابر الحربي. الله 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 ما شاء الله وتبارك الله في هذا الأداء الجميل. المركز الثاني هملول محمد بن حمد بن عمران الاشتبي، ولكن عودة، عودة إلى القمة، عودة لمن امتلكت أيضا الشاشة، الشاشة هنا بوجودها على القمة والبداية الأولى بانفراد ما شاء الله. كما نتابع قادمون، قادمون هالي المدام، ولكن مشرفة مشرفة شرفت شرفت الأداء. السلالة الهملولية، سلام ند الشبه، سلام سلام عبد الله بن محمد بن يابر الحربي. ما شاء الله وتبارك الله، الاسم على مسمى والتشرف أيضا بالفوز بالشوط الأول الافتتاحي في سن الثنايا. تبارك الله، سلام ند الشبه، سلام على هذا الأداء. المركز الثاني هملولي، في المركز الثاني محمد بن حمد بن عمران الاشتبي، والمركز الثالث الحي عبد الله بن علي المسند، في المركز الثالث والمركز الرابع هنا تواجد امجاد مكتوم رشيد بن علي السبوسي، والمركز الخامس ريم عتيج بن عبيد بن سعيد بلهلي. هذه المراكز، ونعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، نعود الى مشرفه وهي تشرف على نهايه هذا الشوط وتسجل ايضا هذه الانطلاقه في 12 دقيقه 50 ثانيه واربع اجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني المصاحب لهذه الانطلاقة والتحديات. تهانينا والناموس عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، وسلام ند الشبه، سلام. المركز الثاني كان من نصيب هملولة، ما قصرت محمد بن حمد بن عمران الاشتبي أيضا ب 12 دقيقة 52 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية ما شاء الله وتبارك الله. أما المركز الثالث في هذه اللحظات فكانت الحية تصل في المركز الثالث مع عبد الله بن علي بن عبد الله المسند في هذه المنافسة والتحديات والإثارة التي تعلن تواجد 13 دقيقة ثانية واحدة و23 جزء من الثانية. انطلاقاتنا متواصلة، ودعوني أرحب هنا في هذا الموسم هنا بتواجد الزميل سفاح الشمري للمتابعة أيضا في انطلاقات ثاني الأشواط.